ليلة من ليالي مصر العظيمة، من ليالي مصر المباركة، نرى فيها هذه الجموع وهذه الحشود التي تجتمع على كلمة واحدة، ألا وهي تأييد القائد والزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. كلنا بنجتمع النهاردة علشان نقول لكل العالم إن إحنا إيد واحدة مع بلدنا. المسلم والمسيحي إخوات طول عمرهم، بفضل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومحبته النهاردة بنجتمع علشان نجدد العهد مع دولتنا مع جيشنا. نفتكر 30 يونيو لما اجتمعنا كلنا وكنا مليين كل الشوارع وكل الأزقة وكل مكان في حب وطننا. فالنهاردة بنجتمع علشان نفعل ونجدد العهد في الانتخابات الرئاسية، وكلنا نكون مشاركين وكلنا نكون إيجابيين للقدوة الحسنة التي بيننا. احنا جايين النهاردة نقول للعالم ان احنا ورا رئيسنا، نقول للعالم ان احنا ايد واحدة كلنا ورا رئيسنا، وهنثبت للعالم كله يوم 10 و11 و12 ان احنا مع السيد الرئيس. انا عايز اقول لاخواتنا كلهم ان حالة الامن والامان اللي احنا بنعيشها ما دي احدى انجازات السيد الرئيس. ان شاء الله باذن الله مصر آمنة ليوم الدين، وإن شاء الله شعب الأيوبية كله وراء السيد الرئيس في انتخابات 10 و11 و12. لقد اجتمعنا اليوم في حب مصر من أجل دعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحزب مصر ورجاله ونسائه وشبابه. قد عقدنا العزمة ومثل كلها داعمين ومؤيدين للرئيس السيسي لاستكمال مسيرة التنمية، مسيرة العطاء، مسيرة الأمن والأمان الذي ننعم به.